السلام عليكم. سميتي محمد النظار، لاعب ديال الفتح الرياضي. اليوم واجهنا واحد المقابلة اللي كانت شوية صعيبة ضد واحد النادي الأمريكي، وتبارك الله عليهم راهم قدموا هاد المقابلة اللي فغيمون كتوري لو طالون ديالهم بالنسبة للباسكت، وتا بالنسبة لي تخلي يدخلوا بهم في التيران. ولكن الحمد لله بغراس لي كونسين ديال الكوتش والشجاعة ديال الدراري قدرنا نفوزوا بهذه المباراة هذه، واخا كان واحد الصعوبات، واخا كان شي مرات كانوا كيلعبوا احسن منا، ولكن الحمد لله في الاخر تمكننا من الفوز. My name is Legacy Lee. I'm 14. I'm from the United States. I'm in Kent, Ohio. And I like to play. I play many sports. I play basketball and football. Oh, I thought it was pretty amazing. I'm not gonna lie. We just gotta work harder. And I like Morocco. Morocco's a good. I like our food. I like your guys' food. But yeah. I mean, I didn't really hear what was really going on, but I knew my friend. My friend, he was doing pretty good. And my aunt, she, yeah. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.